دخلنا بطريق البحر يعني هذاك اليوم ما بعرف بتذكره كان في شوية خوف. اضطرينا نطلع، أجواء ما كانت تسمح إن نحن نضل، وأنا عندي كان بنتي مريضة وحالتها كتير تأزمت، فكرنا أنا وجوزي يعني نطلع نروح يعني على شي دولة غير يعني تستقبلنا. بعدين دخلت اليونان، وصلت على جزيرة حتى وصلنا وما في أدوية وما في شيء وخيام لا هواء. 9 أشهر بعدين قبل يعني قالونا في أساور نسجل، اجت منظمات ومن دول أوروبية إعادة توطين، وصار في قرارات طلعت انه نحن دخلنا إعادة توطين. كان في توتر يعني ما عم تعرف أي دولة، ما بتعرف شو مصيرك. الحمد لله قالوا انت طائرتك النرويج، والله بعدين تيسرت امور، اجى مكتب AOM ساعدنا واخذنا بطريق امن يعني احسن من اي طرق. ركبنا بالطيران ووصلنا بكل رياحه وبكل امان، وعم نتعلم شوي. اولادنا فاتوا مدارس وفوتوا بنتي على مدرسه خاصه، الحمد لله رب العالمين قبلتنا كمان وعطتنا دغري اقامه مثل بقولوا، فتحتنا بابا بالكمنتيل نوشك نبلش حياه، عطونا إقامتنا ونبلش حياة جديدة ونكب الماضي والخوف.